بسم الله الرحمن الرحيم. الوحدة الأولى بعنوان المنظمات والعملية الإدارية. تتناول الوحدة الأولى أولاً المنظمة نظام مفتوح، مكونات المنظمة، متطلبات المنظمة، أهداف المنظمة، المعايير الرئيسية لتقييم فعالية المنظمة، العملية الإدارية في الصيدليات، وظائف المنظمة، العلاقة بين وظائف الإدارة ووظائف المنظمة. المجتمع هو مجموعة من المنظمات، كل يؤدي دور وظيفته، وتعتبر الصيدليات مثالا للمنظمات التجارية التي تقدم المنتجات التي يحتاج إليها فئات معينة من المجتمع. من الضروري أن تعرف المنظمة وفقا لمدخل النظم بأنها نظام يتكون من مجموعة من الأجزاء، وتتفاعل هذه الأجزاء مع بعضها البعض من أجل تحقيق الأهداف، وهذا النظام يتأثر بالبيئة المحيطة به ويؤثر فيها. يوضح الشكل التالي البيئة المحيطة بالمنظمة، وهي تنقسم إلى 3 أقسام: البيئة الداخلية للمنظمة، البيئة الخاصة بالمنظمة، البيئة العامة. البيئة المحيطة بالمنظمة 3 أقسام كما يتضح من الشكل: البيئة الداخلية والبيئة الخاصة بالمنظمة، وتضم عملاء والمنافسين والموردين وعرض العمل وقوانينه والنقابات والشركاء. البيئة العامة وتتضمن العوامل الاقتصادية والعالمية والتنافسية والتكنولوجية والثقافية والاجتماعية والقانونية والسياسية. مكونات المنظمة اللي هي البيئة الداخلية للمنظمة. تتكون البيئة الداخلية للمنظمة من الأهداف والقيم، من الجانب الفني أو التكنولوجيا، من الجانب الإنساني اللي هو سلوك ودوافع وعلاقات وتنظيم غير رسمي، من الهيكل التنظيمي الخرائط اللي بتوضح خطوط السلطة والمسؤولية والعلاقات بين الوظائف، من الجانب الإداري العملية الإدارية من تخطيط وتنظيم وتوجيه ورقابة. ثالثاً، متطلبات المنظمة. تحتاج المنظمة لمجموعة من المتطلبات حتى تتمكن من القيام بأنشطتها وتحقيق الأهداف. تشمل المتطلبات الحصول على الموارد، الكفاءة، الإنتاج، التنسيق، التحديث والتطوير، التوافق والتكيف، رضا المتعاملين. رابعاً، أهداف المنظمة. يمكن تقسيم أهداف المنظمة إلى عدة أنواع: أهداف اقتصادية مادية أي تحقيق ربح مجزي وعائد مناسب على رأس المال المستثمر والنمو واتساع رقعة السوق، أهداف تكنولوجية أي استخدام تكنولوجيا متقدمة وأساليب إدارية أفضل ورفع كفاءة استغلال الموارد المتاحة، أيضاً أهداف إنسانية تتمثل في العمل على إشباع حاجات العاملين والرقي بقيمهم واتجاهاتهم وتوفير بيئة عمل ملائمة من تدريب وتعليم وتحفيز، أهداف اجتماعية مقابلة مصالح الأطراف المختلفة المرتبطة بالمنظمة وزيادة الإنتاجية للوفاء بالالتزامات، أهداف محلية وتشمل توفير فرص للعمالة وحسن استغلال الموارد والتجديد والابتكار والرقي بالاقتصاد الوطني، وأخيراً أهداف عالمية تتمثل في العمل على النفاذ للأسواق العالمية والتنافس مع الشركات المماثلة والمساهمة في رفاهية الإنسانية للمتعاملين مع المنظمة. خامساً، المعايير الرئيسية لتقييم فعالية المنظمة. بداية بنعرف الفعالية بأنها القدرة على تحقيق الأهداف والنتائج، والمنظمة الفعالة لا يكفي أن تحقق المنظمة أهدافها حتى يمكن أن نحكم عليها بأنها فعالة، فلا بد من توفر الكفاءة في أعمال المنظمة. مدخل النظم بيقول لنا أن يجب الاهتمام بجميع عناصر النظام مؤثرة من مدخلات ومخرجات وعمليات إلى جانب أهداف النظام محدداته والتغذية والبيئة المحيطة والتفاعل بين هذه الأجزاء.
فالمعايير الرئيسية لتقييم فعالية المنظمة تتمثل في 4 معايير. المعيار الأول إنجاز الأهداف، هل حققت المنظمة أهدافها المحددة؟ المعيار الثاني الحصول على الموارد، هل تحصل المنظمة على الموارد اللازمة لعملياتها؟ المعيار الثالث عمليات داخلية صحية، هل تؤدي المنظمة أعمالها بانسيابية؟ المعيار الرابع رضا المتعاملين، هل تم مقابلة احتياجات وتوقعات المتعاملين مع المنظمة؟ دي المعايير الأربعة. تقييم فعلي. سادسا العملية الإدارية في الصيدليات، تشمل العملية الإدارية القيام بمجموعة من الوظائف هي التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة، وتحتاج الصيدليات في أدائها لأعمالها إلى ممارسة هذه الوظائف، حيث يقوم المدير الصيدلي بالتخطيط للعمل فبيحدد الأهداف التي يسعى إليها، وهي تقديم المنتجات والخدمات للجمهور بجودة عالية، خدمة المرضى والمتعاملين بشكل متميز، تحقيق الأرباح والمركز التنافسي الملائم، ومن خلال هذه الأهداف يتم وضع خطط العمل اللازمة. وظيفة التنظيم، حيث يتم تحديد الأعمال المطلوبة لإنجاز الأهداف والأشخاص، تخصيص الموارد اللازمة لتحقيقها، التنسيق بين الأنشطة المختلفة. أيضا بيقوم الصيدلي بوظيفة التوجيه، حيث يتم قيادة وتحفيز العاملين مع المدير بشكل صحيح، بس روح الحماس والعمل الجماعي. وأيضا بيقوم المدير الصيدلي بالرقابة، حيث يتم الحكم على كفاءة الأداء ومطابقته للخطط الموضوعة. وفيما يلي شرح موجز الوظائف العملية الإدارية. أولا بالنسبة للتخطيط، بنعرف التخطيط بأنه الوظيفة الأولى للإدارة، ويعني الاستعداد للمستقبل والتهيؤ لمواجهة الظروف المحتمل حدوثها. سمات أو خصائص التخطيط، هناك 3 سمات رئيسية للتخطيط. نمرة 1 أنه ذو طبيعة توقعية، حيث يتطلب اتخاذ قرار قبل حدوث الفعل. نمرة 2 أنه مجموعة متماسكة من القرارات بشأن الأحداث المتوقعة. 3 تأكيد على النتائج المستقبلية المرجوة، فهو وسيلة لبلوغ الأهداف. أهمية التخطيط، التخطيط عملية رئيسية في المنظمات التجارية والصناعية المعاصرة، حيث التعقيد المتزايد والابتكارات والمنافسة الحادة. يرتبط التخطيط بالأداء، والمنظمات التي تلتزم بالتخطيط العلمي يتحسن أداؤها بشكل ملحوظ. أيضا من أهمية التخطيط أنه بيساعد التخطيط على انسياب العمليات، فهو يخفض فرص اتخاذ قرارات متهورة. من أهمية التخطيط أنه بيساعد على وضوح الأهداف لضمان الاستدامة الأمثل للوقت. وأخيرا بيساعد في عملية الرقابة الإدارية بالمراجعة الدورية للعمليات. خطوات عملية التخطيط، بتمر عملية التخطيط ب4 خطوات. الخطوة الأولى وضع التنبؤات والافتراضات الرئيسية للتخطيط. ما هي الافتراضات الأساسية؟ الخطوة الثانية تعريف الأهداف بشكل محدد، أين نريد أن نذهب؟ ما الذي نريد من الأسواق؟ الخطوة الثالثة تحديد بدائل العمل، نعبر عنها بسؤال كيف يمكن الوصول لما نصب إليه؟ ما هي البدائل التي تمكن من إنجاز الهدف؟ الخطوة الرابعة والأخيرة تقرير خطوات العمل، كيف نصل لما نصب إليه؟ أو ما وما هو أفضل بديل؟ مبادئ التخطيط، بيشتمل التخطيط على عدة مبادئ. أولوية التخطيط، فبيأتي التخطيط في مقدمة الوظائف الإدارية، وأي نشاط يجب أن يبدأ أولا بالتخطيط. نمرة 2 شمول التخطيط، فبيجب أن يشمل اشتراك جميع المستويات الإدارية في وضع الخطط لضمان الحرص على نجاحها. 3 التنبؤ الدقيق، فالتنبؤ الدقيق أساس التخطيط بيساهم في نجاحه. 4 تحديد الأهداف الصحيحة. 5 مرونة التخطيط، من الضروري توافر المرونة كما تتميز به البيئة المحيطة بالمنظمة من تغيرات
مستمرة قد تتطلب تغيير الخطط. 6- التخطيط السليم، فالتخطيط الجيد يعتبر عنصر أساسي في تحقيق الأهداف. 7- المراجعة السنوية للخطة الخمسية، حيث يتعين على الإدارة أن تقوم بالمراجعة السنوية للخطة والعوامل التي استندت إليها. 8- التحديد المسبق لمعايير لا غنى عنها لأي مشروع أو خطة، أي يجب أن تتضمن الخطة تحديد مسبق عن الخطة إذا تطلب الأمر ذلك. ستة، دائرة التخطيط. يشتمل التخطيط عادة على دائرتين أو مرحلتين تعبران عن البعد الزمني للتخطيط، هما التخطيط الاستراتيجي والتخطيط التنفيذي. التخطيط الاستراتيجي بيشتمل على افتراضات، أهداف طويلة المدى، تطوير الاستراتيجيات، اختيار الاستراتيجية. التخطيط التنفيذي بيشتمل على تطوير الافتراضات ووضع الأهداف قصيرة الأجل وتطوير الخطط واختيار خطط محددة. 8- التنظيم. يعرف التنظيم بأنه انعكاس للأهداف والخطط التي تم وضعها في مرحلة التخطيط ووضعها موضع التنفيذ. الخطوات، بتكون التنظيم من عدة خطوات، من 5 خطوات كما يتضح بالشكل. الخطوة الأولى فهم الأهداف، الخطوة الثانية تحديد المهام، الخطوة الثالثة تقسيم المهام الرئيسية إلى فرعية، الخطوة الرابعة تخصيص الموارد اللازمة لإنجاز المهام، الخطوة الخامسة تقييم النتائج. 9- أهمية التنظيم في عدة أمور. 1- إقامة العمل على أساس موضوعي من الواجبات والمسؤوليات والصلاحيات. 2- إقامة العلاقات التنظيمية على قواعد مستقرة لتقليل تضارب الاختصاصات. 3- تحقيق التعاون والانسجام بين الأفراد والجماعات وتوحيد الاتجاه. 4- سهولة ممارسة مجموعة من الأنشطة باستخدام توزيع الأدوار والتفويض. 5- الاستغلال الكفء للموارد المتاحة. 6- تحقيق التنسيق والتكامل بين الأنشطة المختلفة. 3- التوجيه. يتضمن التوجيه القيام ب4 أنشطة إدارية رئيسية، هي القيادة، التحفيز، الاهتمام بجماعات العمل، الاتصال. وتكون المحصلة النهائية لهذه الأنشطة أن يسلك الأفراد في المنظمة سلوكا صحيحا يترتب عليه تحقيق الكفاءة في الأداء والوصول إلى الأهداف المنشودة كما يتضح من الشكل. 4- الرقابة. أهمية وظيفة الرقابة. ترجع أهمية وظيفة الرقابة إلى أنها الأداة التي يمكن عن طريقها التأكد من أن الأداء قد تم وفقا للخطة الموضوعة. النقطة الثانية، أن ترتبط وظيفة الرقابة ارتباط وثيق بجميع الوظائف الإدارية الأخرى فتتأثر ببعضها البعض، مما يدل على ذلك مالي. ألف، أن عملية الرقابة تمثل محصلة نهائية لأنشطة المنظمة. ب، ترتبط الرقابة ارتباط وثيق بالتخطيط، فالمعايير الرقابية يجب أن تستند على خطط واضحة وجوانب للأداء يمكن تحقيقها. ج، تتطلب برامج الرقابة الفعالة وجود هيكل تنظيم واضح يبين أوجه المسؤولية المختلفة للمديرين. دال، تتأثر الرقابة بمدى وجود توجيه سليم للعاملين داخل المنظمة. خطوات الرقابة. 1- وضع معايير الأداء، وهي نوعان، معايير كمية ومعايير غير كمية. المعايير الكمية مثل معايير التكاليف، الإنتاجية، الربحية. المعايير غير الكمية تتمثل في تقديم خدمة متميزة للعملاء، زيادة رضا العاملين. الخطوة الثانية من خطوات الرقابة، قياس الأداء، حيث يتم قياس الأداء بالنسبة للمعايير الموضوعة، وكلما كانت المعايير كمية وموضوعية ودقيقة كان من السهل قياس الأداء.
الخطوة الثالثة من خطوات الرقابة تتمثل في تصحيح الانحرافات. قد يترتب على قياس الأداء ظهور انحرافات عن المعايير الموضوعة، وقد تكون الانحرافات سلبية أو إيجابية، وبالتالي يجب تصحيح الانحرافات عن طريق الإجراءات التصحيحية اللازمة. هناك عدة أساسيات أو مبادئ للرقابة. نمرة 1، التركيز على النقاط الرئيسية الحرجة. 2، ضرورة توافر التغذية العكسية للمعلومات. 3، ضرورة توافر عنصر المرونة في نظام الرقابة. 4، ضرورة أن يكون النظام الرقابي اقتصادياً. 5، مراعاة أثر العملية الرقابية على الأفراد. 6، تحقيق الاتصال المباشر بين طرفي العملية الرقابية. 7، ضرورة ملائمة نظام الرقابة للتنظيم. سابعاً، وظائف المنظمة. تحتاج المنظمة إلى مجموعة من الوظائف لكي تتمكن من القيام بأنشطتها المختلفة، وتتمثل هذه الوظائف في الآتي: نمرة 1، وظيفة الإنتاج، هي المسؤولة عن كل ما يتعلق بإنتاج المنتجات من تحديد الكميات والمواصفات، وضع جداول للتشغيل وترتيب المصنع، وضع خرائط المراقبة. نمرة 2، وظيفة التسويق، ودي بتهتم بإجراء بحوث السوق وتحديد رغبات المستهلكين، إجراء كافة المجهودات للوصول السلع للمستهلكين بما يتفق مع أذواق المستهلكين. نمرة 3، وظيفة التمويل، وتختص بتوفير الأموال اللازمة واستخدامها للاستخدام الأمثل للحصول على أقصى عائد. نمرة 4، وظيفة الأفراد، وتختص بالحصول على العمالة المناسبة وتدريبها وتحفيزها وتنمية روح التعاون بينها. 5، وظائف معاونة. ثامناً، العلاقة بين وظائف الإدارة ووظائف المنظمة. تتفاعل وظائف الإدارة مع وظائف المنظمة وتتكامل مع بعضها من أجل تحقيق الأهداف التنظيمية. فمثلاً نجد أنه عند القيام بالتخطيط فإن الأمر يتطلب وضع الخطط المتعلقة بالإنتاج والتسويق والتمويل والأفراد. كذلك عند القيام بوظيفة الإنتاج فإن ذلك يحتاج إلى استخدام الوظائف الإدارية جميعها من تخطيط وتنظيم وتوجيه ورقابة حتى يمكن أداء الأعمال المطلوبة وهكذا. وبكده بنكون وصلنا لنهاية الوحدة.